تختلف من حالة لحالة. مثلا كاينين مرض الثدي وين المراه دارت لا شيميوثيرابي في الجراحه تخلفت لها لا راديوثيرابي وحدها. لا راديوثيرابي مراه جون بيان بورتون تقدر تصوم. مي كاين اماكن خلاف ولا دوتر لوكاليزاسيون وين ما يقدروش يصوموا. مثلا الكونسير اوغال وين هو الحنجره والانف، باسكو كاين في وقت لا راديوثيرابي هو يدير في لا راديوثيرابي كاين الالتهابات في الانف والفم، دونك المريض ما يقدرش يبلع. كاين ثاني بعد التقنيات عندنا مثلا لا بروستات، المتانه نتاعو لازم دائما تكون مملوءه بالماء، وقبل ما يدير لا راديوثيرابي يشرب قرعه صغيره تاع الماء.